أحمد التازي، رئيس جمعية أذان للدفاع عن الحيوانات والطبيعة. السياق باش ترفعات الدعوة ضد هذا السيد المجرم اللي قتل هذا القطاب بصفة وحشية، بقى تطلع فوق منها بقى تيصدم عليها بحال هكذا بالوزن ديالو كله حتى ماتت مسكينة. هو بأنه واحد السيد الله يجازيه بخير اتصل بينا وحنا عطينا الإذن، وهو مشكور، وهاد الناس كلهم اللي تيندوا وتيفضحوا هاد الجرائم وهاد الشيء اللي ما تيلقش بلادنا تنشكرهم بزاف، وتنقول لهم حنا نساندكم بكل وثائق بكل معلومات بكل ما أوتينا من قوة وشبكات الرفق بالحيوان داخل وخارج المغرب في هذا المجال، حيت هادشي ما تخصو يحبس، ما تخصش نبقى نشوفوه لا هاد الاعمال الشعواده لا هاد الاعمال ديال القتيلة والضرب حيوان وما عاد شنو دير له. الى حاولتي تتعامل معاه بطريقه مزيانه راه غادي ينفعك وينفع المجتمع، غادي ينفعك انت اولا، ماشي غير في الصحه العامه، في الصحه العقليه ديالك والنفسيه والمظهر ديال المدينه والمظهر ديال المنطقه. تعطيو جماليه اذا ما اتيحت لهم الفرصه، اذا ما استعملوا استعمالا جيدا، يداووا يتلقحوا يتعقموا. هذه القطه هذه راه كانت مسكينه متبعه، كان من طرف هاد لي بينيفول هاد المتطوعين، وهذا خاصه له الشكر الجزيل بانه متبعه ومداويه وكل شيء. القانون يحمي مثل هذه الحيوانات ضد الاجرام ديال هاد الناس هادو، ولكن باقي خاصنا نكثفوا الجهود ديالنا مع السلطات باش نديروا قوانين اخرى ونعطيو الحق للبوليس للسلطات باش تكون عندهم سلطه اكثر يقدروا يدخلوا. دابا تيقول لك في شنو هو القانون، الاطار القانوني اللي غادي يحميني كاين، ونزيدوا في البرلمان وفي سميتو من خلال الشبكه ديالنا، الشبكه ديال الاساتذه والباحثين، من خلال لو غابا دو ماروك لو ريزو اسوسياتيف دو بروتيكسيون انيمال دو ديفلوبمون دورابل دو ماروك، نحاولوا نديروا قوانين اللي تتحمي الحيوانات وتتجرم اي واحد سولت له نفسه يتعدى عليهم، حيت الحيوان بحال دري صغير ما تيهضرش، اللي يتعدى على هذا الحيوان راه يتعدى على الدري، يتعدى على المراه. ايوا خص هادشي كله يتحد، والحمد لله راه شفنا مؤخرا في هذيك الفضيحه ديال اللي وقعت في فاس، شفنا بان القضاء المغربي هذيك اللي حرشات الكلبه ديال على قطه، شفنا بان القضاء المغربي والتي ياخذ اجتهادات والتي ياخذ مواقف ايجابيه، شفنا بان القضاء المغربي هو لاول مره اعطى غرم هاد السيده هذه وعطى الحبس مع وقف التنفيذ وشي حوايج ما عمرنا ما شفناهم قبل، الحمد لله ولينا تنشوفوهم، الحمد لله والشكر لله، ولكن هادشي خصنا نزيدو نبينوه ونوضحوه باش الناس يفهموا حنا عايشين في بلاد الحق والقانون، وبحال هاد الاجرام وهاد الاجراء التعدو هذا ما تخصوش يبقى وما عنده حتى علاقه لا بالاخلاق التقاليد ديالنا المغربيه الاصيله ولا بالدين ديالنا الرفق بالحيوان. هادشي تيضر في القلب، وبغيت نوصل هاد الرساله لجميع المغاربه وكل شيء، اتقوا الله في الحيوانات، شنو داروا لكم باش ديروا لهم هذه المعامله؟ الا عاملتيهم مزيان راه نتوما غادي تحسوا براسكم مزيان. ترفعوا دعوه على هذا الشخص؟ معلوم ترفعات الدعوه على هذا الشخص هذا، احنا عطينا الاذن ديالنا وترفعات بسميه الجمعيه من طرف هذا السيد هذا مشكورا، وحنا نعطيو اي سند تزكيات اخرى لازمه لحمايه الصحه العامه والحيوانات والبيئه وكل ما له اتصال بهذا الشيء. ما بقيناش قادرين نشوفوا شي حاجه اللي تشوه الصوره ديال بلادنا ولا الصوره ديال في هذه المواقف هذو. حنا الحمد لله كاينه التعليمات الملكيه الساميه ديال سيدنا الله ينصره بانه نبداو مشروع جديد
بعيد على القتيله وهذا داكشي ديال الابادات ديال الكلاب وديال القطوط وكل شيء، وندوزو للمشروع اخر اللي هو التعقيم والتلقيح والتعايش مع هذه الحيوانات. الناس اللي تقتلوا هذه الحيوانات ديال الشوارع انا ضد بكل ما اوتيت من قوه، والجمعيات ديال رفق بالحيوان ضد. غير كاين جمعيات اللي خصنا نتعاونوا معاهم اللي هما بروفيسيونيل، اللي تعطيو تنعطيو الرؤيه، رؤيه جديده، رؤيه مجربه، رؤيه فعاله، رؤيه مهنيه لكيفيه التعامل مع حيوانات الشوارع، قطط وكلاب. انا ما تقولش محاربه الكلاب ولا محاربه القطط، لا، محاربه الظاهره التي قد تتسبب فيها هذه الحيوانات. هذه الحيوانات هي ماشي ضاله، حنا خصنا نهتديو اللي تصلحنا والحاجه اللي تتهمها. كيفاش نتعاملوا مع هذه الحيوانات؟ كاين مشروع اللي ديال اتفاقيه الاطار اللي توقعت في 2019 بين وزاره الصحه ووزاره الداخليه ولونسا ولوغ دي فيتيرينير، دارت معنا، انا فرحان لهذه الاتفاقيه كذلك، وداكشي اللي جا موراها وقبل منها، داكشي اللي جا موراها الاتفاقيه اللي وقعت معنا الولايه ديال الرباط سالا القنيطره والمياه والغابات باش تبنى مستوصف جهوي للحيوانات ومركز للتوعيه البيئيه. هذا المستوصف هذا الدور ديالو هو هذا السؤال اللي سولتيني، شنو الاهميه ديال هذه الحيوانات الشوارع وكيفاش نقضيو على الامراض التي قد تسببها. تعقيم، تلقيح، تعاود تلقى البلاصه. كاين اللي تيقول لك جمعهم كلهم وديهم لشي ملجأ، لا، هذاك ماشي حل، وما عمره ما كان حل، حيت ما يمكنش نخويو الشوارع بشويه، خص تكون بطريقه عقليه مجربه. فاش تلقى الحيوان ما تسبب حتى مشكل صحي وتداوي ضد الطفيليات. فاش تعقمو الهرمونات ديالو تنقصوا، ما تتبقاش ديك الوحشيه، ما تبقاش تكون ديك لي موت الدباز التزاوج، اذا ما تبقاش ديك لي نويزونس لي صداع اللي عارفينه كلنا. فاش تطلقوا في بلاصتو تيكون عامل صحي، اجون سانيتير 24 ساعه على 24 ساعه تدافع على هذيك المنطقه ديالو من الدخول ديال شي حيوان واحد اخر، يقدر يكون مريض، يقدر يكون انغاجي، يقدر يكون مسعور. اذا هذه احسن طريقه فعاله انسانيه ومهنيه للقضاء على جميع الامراض والقضاء على داكشي اللي الحوادث هذو اللي تقدر توقع. للاسف شفنا واحد الحادثه مأساوية وقعت، هادشي ما بغيناش يبقاو يوقع. وهادشي مهم جدا الناس يعرفوه. تيقولوا لنا انتم ضد القتيلة، ضد كذا، حنا ضد القتيلة، ضد الإجرام، ولكن إذا كان شي حيوان تتعذب، شي حيوان أغريسيف، بصح أغريسيف، باستشارة مع الطبيب والمختص البيطري، شنو غتدار؟ ضروري دير له ديك الموت الرحيم، والطبيب المختص هو اللي يديرها له، ما تيحس بحتى حاجه. والكلاب الاخرى والقطط الاخرى تنخليوها تكون عوامل صحيه تخدمنا ونتهلاو فيها. فاش شفنا ديك السيد تيشتف على ديك القطابه ديك الطريقه ديال الوحوش، الراي ديالي تنقول هذا السيد الله يهديه، ولكن خصو يكون عبره لواحد اخرين الذين قد تسولوا لهم نفسهم يديروا شي اجرام بحال هكذا. عليها نتعاونوا مع اي واحد في الخير ماشي في الاجرام. معلوم تيصيفطوا لنا بزاف الناس بزاف ديال الشكاوى، بزاف ديال الفيديو، ها هو هذا سجن الكلب ديالو، ها هو هذا تيضرب القط، ها هو هذا قطع له شي حاجه شي بلاصه من باش يسحر بها، ها هو هذا سد له فمه. تنتعاونوا مع السلطات، مع الناس، باش نفهموا الناس ونوعيوهم ونخدموا في سبيل الصالح العام والمنفعه العامه.